جماهير الجوهر المشعة على موعد مع قمة كروية واعدة خاصة من الناحية التهديفية. أما لماذا خصصنا التهديفية فلاحقا سنتحدث بالتفاصيل. البداية مع الأهلي أصحاب الدار. في الدوري لا يعيش فترة ازدهار كما عود عشاقه في السنوات الأخيرة بالبقاء منافسا على الصدارة، فخسر الكثير من النقاط وصفحة الدوري طويت من البال. الأوروغوياني فوساتي صاحب الباع الطويل آسيويا لم يجد التوليف النهائي للتشكيلة يعتمد عليها، وفي الآسيوية عقد العزم على قائمة محترفين شملت السومة وتيجانيني ودياز وسانتوس. عندك انت مباراة السد، يعني حسين يشارك اليوم يشارك مباراة السد، امر ما هو سهل يعني انك تشارك خلال 4 ايام. هذا الوضع واضح حتى على اللاعبين اليوم، في بعض اللاعبين ما ابغى اتكلم عن جميع اللاعبين، واضح التعب اللي موجود. فبالتالي انا ما اقول للجمهور والله لا تعتب ولا تنتقد، بالعكس باب الانتقاد مفتوح واسمع لهم واشوف، لكن في الاخير في بعض الامور ما نقدر ان احنا نغير فيها كن فيكون. هدف عمر السومة الأخير في ديربي جدا انتشر عالميا، فهو رقم ثابت بالتهديف ويشارك إلى جانبه القادم من الرأس الأخضر تفاريز. والله شوف، يعني احنا بعد ما بعدنا يعني عن منافس الدوري كل التركيز على آسيا والعربية، فإن شاء الله بإذن الله الفريق جاهز، حتى المدرب اختار اللاعبين راح يكونوا متواجدين معنا بالبطولة اللي هم 4 محترفين. إن شاء الله بإذن الله يعني الله يكرمنا ويوفقنا ونفرح جماهيرنا. أول مباراة راح تكون بأرضنا، نطلب من الجماهير إنه تساندنا وتحضر، وإن شاء الله بإذن الله يطلعون فرحانين إن شاء الله. فوساتي جزء مهم من تاريخ السد، فهو من حقق معهم البطولة الآسيوية عام 2011، لكن الفارق كبير بين ذاك الفريق والفريق الحالي، والسبب يعود لأرقام مرعبة في دوري نجوم قطر. متصدر ولديه ضعف كمية الأهداف عن أقرب منافسيه، أما عرابها فهو الجزائري بغداد بنجاح. الجزائري برهن قيمته التهديفية العالية بتواجد مجموعة محترفين على رأسهم الإسباني تشافي هرنانديز الغائب للإصابة، بالإضافة لإسباني آخر والكوري الجنوبي جونغ. والقائمة أيضا تحوي الهداف أكرم عفيف وخوخ بوعلام وحسن الهيدوس. الأكيد أن المتعة الكروية حاضرة عطفا على الأرقام وأسماء نجوم، من المتوقع أن تشع في قمة الجوهرة بنكهة آسيوية. مدى الرضوان، صدى الملاعب.